التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقبال سيادته محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الوزارة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أجرى حوارا مع أبنائه الطلبة المستجدين، وهنأهم فيها بالالتحاق بأكاديمية الشرطة وبحلول شهر رمضان المبارك. كما تناول الرئيس السيسي الأوضاع الإقليمية وما تفرضه من تحديات ومسؤوليات أمنية جديدة أمام الأجهزة الأمنية. استشهد أكثر من 80 فلسطينيا وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي لعدة منازل ومباني في مدينة غزة ومخيم النصيرات ومدينة رفح. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من 7 طوابق وتأوي نازحين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات. كما قصفت منزلا مأهولا في شارع الجلاء بمدينة غزة، وأشرت إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين في استهداف قوات الاحتلال منزلا في حي التفاح بمدينة غزة، بالإضافة لارتقاء شهداء في قصف الاحتلال لمنزل في حي النصر بالمدينة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال استهدفت منزلين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء 36 شهيدا وإصابة آخرين. قال مسؤول الأراضي الفلسطينية في صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه لم يعد هناك أي مواليد بحجم طبيعي في قطاع غزة. وأوضح المسؤول الأممي أن 180 امرأة يلدن يوميا في القطاع المدمر فيما يعانين الجوع والجفاف، معربا عن قلقه بعد مغادرته غزة بشأن مصير 1 مليون امرأة وفتاة في غزة، منهم 650 ألفا في سن الإنجاب. أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع يومي 8 و9 من أبريل المقبل للنظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. كانت نيكاراغوا طلبت من محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها وقف تمويل الأونروا. وبحسب نيكاراغوا فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وذلك بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب. أعلن الجيش الأمريكي أن قوات الحوثي أطلقت 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر. وأشار الجيش الأمريكي إلى أنه لم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات. وفي سياق متصل أبلغت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن واقعة على بعد 65 ميلا بحريا غرب الحديدة في اليمن. وذكرت الهيئة أنها تلقت تقريرا من ربان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار على مسافة بعيدة من ميمنة السفينة، مشيرة إلى أن السفينة لم تتعرض لأضرار وواصلت رحلتها إلى الميناء التالي. حذرت الأمم المتحدة في وثيقة لها من أن 5 ملايين سوداني قد يواجهون في غضون بضعة أشهر انعدام أمن غذائي كارثي بسبب الصراعات الدائرة في بلادهم منذ قرابة عام. وبحسب آخر تصنيف أممي لحالة الأمن الغذائي في السودان، فإن عدد الذين يعانون من حالة طوارئ غذائية يقدر بنحو 4.9 مليون شخص. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.